ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ذكرتني، الله وبركاته. الله يخليك، شو اخبارك؟ الحمد لله. هلا بعمي ابو عدي. عمي ابو عدي اعلن هدايته معنا قبل امس في البث هنا. انا موالي حياك الله على العين والرأس. الله يخليك. في شربوه؟ سمعت الشيع المهتدي اللي حسب المعممين بياخدوا كام يا حاج ابو عدي من الخمس؟ نعم، بيقول لك مش عارف 500 ترو، انا ما بعرفش اعد اكتر من 500 ريال، فهو مش عارف قال لك 500 تريليون ايه كده، حاجات كبيره قوي وحسبها حسبه كبيره جدا. وين بتروح هذه الاموال؟ هو انا وين تروح؟ تروح لايران. لايران. وانتم يا عم ابو عدي في العراق، وين؟ لماذا شعب العراق يحرم من هذا الخمس اللي هو بيدفعه؟ ليش الشعب العراقي يدفع لإيران؟ أنا ليش اتصلت عليك؟ لأنه ما لقيت ولا واحد جاوبك على سؤال الحلقة اليوم. ماذا سؤال الحلقة؟ ماذا قدمت الشيعة للإسلام؟ أي أيوة والله، ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ تريدني أنا أجاوبك على ماذا قدمت الشيعة للإسلام؟ يحتاج لحلقة طويلة. الله أكبر. قدموا الكثير للإسلام. مثل أولهم دمروا العراق ودمروا سوريا ودمروا لبنان. أي والله. ثاني شيء جابونا المخدرات والفساد باسم المتعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. جابونا الزنا. أي والله. علمونا كيف نلطم، كيف نكفر، كيف نلحد، كيف نشارك رب العالمين بغير واحد. هم دمروا عقل الشيعي. يعني شو اقول لك يا عمي؟ دمروا الانسان الشيعي. هذا المهتدي قال لك 27 مليون شيعي بالعراق، انا ما اعرف قد عددهم، بس دمروا افكارهم، خلاهم يلحدون، خلاهم يعرفون القران، خلاهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، خلاهم يلعنون الصحابه رضي الله عنهم، وخلاهم يطعنون بعرض النبي. هذا اللي قدموه الشيعة للإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. زين، فأنا متعجب ليش ماكو واحد شيعي يتصل عليك ويقول لك ايش قدموا للإسلام. ما في أحد. وعملت الحلقة دي قبل كده يا حاج أبو عدي، واتصلت بالمعممين واسألهم ماذا قدم الشيعة الإسلام، يقولوا لي قدموا الرحمة، نحن قدمنا الحب للجميع. هم يرون كل الناس أولاد بغايا ما خلا الشيعة، كل الناس أولاد بغايا ما خلا الشيعة. أي والله هم يخجلون لأن ما عندهم إجابات، يخجلون من هالشيء هذا. هم إجوا بس لنهب العراق ونهب أموال هذول المساكين الفقراء وهذول المعممين اللي إجونا. الله ينتقم منهم. والله العظيم أنا أتمنى بالسنين القليلة الجاية ما يبقى ولا شيعي بالعراق، وما يبقى ولا معمم بالعراق. إن شاء الله يعود الحكم السني تاني، وهتجد معظم شيعة العراق هيعملوا كما أنت عملت. يعني أنت شيعي أصلاً عم أبو عدي وتركت التشيع، سترى كل هؤلاء سيتركون التشيع، وأنا والله متفائل خير بذلك. أنا عندي بشرة ليك يا حاج أبو عدي. اي حبيبي، انت المهتدي المتصل، المهتدي رقم 12، وهذا على عدد الأئمة الاثني عشر، أليس هذا دليلا على الإمامة؟ يا الله، هذا أكبر دليل على الإمامة. والله كل أدلتهم على الإمامة كده، كل أدلتهم على الإمامة كلها متلخبطة كده. والله هم ليش لعد يلجؤون للشتم يا رامي؟ يلجؤون للشتم وللإهانة حتى على مود يهربوا من السؤال هذا، لانه ما عندهم اي حجه، ما عندهم اي دليل. صدقت عم ابو عدي. الله يرضى عن الائمه كلهم. امين. والله ونحن العظيم نحبهم ونحب ال البيت. والله هم بالعكس هم عم بيحكوا على الائمه ونزلوا من قيمه الائمه. صدقت. جزاك الله خير عم ابو عدي، وشرفنا باتصالك والله بالاستماع الى صوتك الطيب. أنا حبيت أسلم عليك والله يحفظك. أمين. عم أبو عدي، صليت الصلاة أهل السنة اللي أرسلتها لك والوضوء؟ إن شاء الله. والله واتصلت على واحد صديقي
سني. الله اكبر ما شاء الله. قلت له ان شاء الله عيد، قلت له عيد منك خدمه. قال لي ايه. قلت له ان شاء الله هل يوم الجمعه تاخذني وياك على 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 المسجد. ما شاء الله ما شاء الله، الله يثبتك عم ابو عدي، هتكون هتشعر براحه وسكينه. هذا يوم عيد المسلمين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ما شاء الله يوم خلق ادم وادخل الجنه واخرج منه، فاكثر من الصلاه على النبي في يوم الجمعه صلى الله عليه واله وسلم. ان شاء الله تحضر اول خطبه جمعه لك كده ان شاء الله يا عم ابو عدي. الله يثبتك ويوفقك يا رب ان شاء الله حبيبي. جزاك الله خير. وانا دا اشتغل على زوجتي ان شاء الله وابشرك، بس ان شاء الله تعلم تسننها. الله يهديها ان شاء الله، تاتينا ببشرى كده ان زوجتك اهتدت باذن الله ان شاء الله. جزاك الله خير عم ابو هدي، بارك الله فيك يا ابو هدي. الله يسعدك ما شاء الله. الله يخليك يعني ان شاء الله ان شاء الله خابك بوقتك ان شاء الله. تشرف بك ما شاء الله ما شاء الله. عمنا ابو هدي اللهم بارك 56 سنه اعلن هدايته من 3 ايام فقط معنا، هيكون اول جمعه له الجمعه القادمه. النهارده احنا كده داخلين صبيحه الاثنين والثلاثاء والاربع والخميس، فاضل 4 ايام يا عم ابو هدي وتصلي اول جمعه وستشعر براحه وسكينه. والحمد لله صلى معنا صلاه اهل السنه والجماعه، والحمد لله. أسأل أن يثبتك وأن يهدي زوجتك يا حج أبو عدي. اللهم أمين يا رب.